إحدى أيقوناتها داخل وخارج مصر، الكابتن إبراهيم سعيد. الكابتن إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر كمستشار رياضي لدعم هذه البرامج التدريبية والمعسكرات الشبابية مع الجامعات والمدارس الدولية. بعد إذن حضراتكم طبعاً خلونا نبتدي ناخد الكلمات بتاعة السادة الضيوف اللي هيكونوا موجودين معانا، وهنبدأ بكلمة الدكتور محمد النجار رئيس مجلس إدارة شركة سويت فيلا. اتفضل. فبتواجهني صعوبات طبعا في ان انا اقدر اعرف الجامعه او النادي او المدرسه اللي هتقدر توفر لي الكلام دوت في اطار تعليمي جيد، لان هو دايما البحث عن الشيء الجيد بيحتاج مرشد او دليل فيه. احنا الشركه السعوديه معلومه سريعه عنها، هي شركه اسست في ستوكهولم في عام 2016، كان الهدف منها تقديم استشارات تعليميه وربط شراكه مع الشركات التعليميه المصريه المتخصصه في الاستشارات التعليميه. والشركه ان شاء الله بتحط لنفسها رؤيه انها تقدم خدمات تعليميه متاحه للجميع مرتبطه بالواقع الفعلي لاحتياج ابنائنا الطلاب.